قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآية أمر بأن ينذر عشيرته الأقربين، وذلك لأن القريب أحق بالرعاية والاعتناء من غيره، وذلك في كل المجالات. فنأتي مثلا إلى النفقة، قوله عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك كما عند مسلم، فإن فضل شيء فلأهلك. في مجال الصدقة على القريب قال عليه الصلاة والسلام: صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة.